أبنائي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرس اليوم شباب في التبديل والتوفيق رقم واحد. تعالوا مع بعض نشوف رسائلنا لهذا اليوم شباب. الرسالة الأولى شباب، هنستعمل حاجة اسمها مبدأ العد. الرسالة الثانية، هنحل معاك مثال رقم واحد وحاول أن تحل صفحة 76 و77. الرسالة الثالثة، هنحل بعض من تمارين الكتاب المدرسي صفحة 81. تعالوا مع بعض نشوف المفهوم الأول ده شباب. تعريف مبدأ العد، هناخد التعريف وبعدين نطبق عليه تمارين وبعض الايه بعض الأمثلة. تعالوا مع بعض، بيقول إذا كان هناك إم طريقة لاختيار الخيار الأول وإن طريقة لاختيار الخيار الثاني، فهذا يعني أن هناك إم ضرب إن طريقة لاختيار الخيارين معا. طب دول يا أستاذ إذا كانوا خيارين إم وإن، طب إذا أضيف خيار ثالث وليكن بي إلى هذين الخيارين، خلاص يصبح لدينا إم ضرب إن ضرب بي طريقة لاختيار الخيارات الثلاثة معا وهكذا. يعني أضفت اختيار مثلا رابع وليكن إكس مثلا، يبقى طرق اختيار الثلاثة خيارات معا، يبقى إم أو الأربعة خيارات معا، يبقى إم ضرب إن ضرب بي ضرب إكس وهكذا. طيب يعني إيه الكلام ده يا أستاذ؟ تعالوا مع بعض نوضح مبدأ العد ده في الأمثلة، يعني من التعريف ده مش هيتضح يا شباب غير لما ناخد الأمثلة الآتية. تعالوا مع بعض نشوف المثال الأول. لو أنا قلت لك إيه؟ ده تدريب بيقول يقدم مطعم ثلاثة أنواع من الفطائر. هي تروحت مطعم المطاعم بيقدم ثلاث أنواع من الفطائر، جبنة وزعتر وسبانخ ونوعين من العصير ليمون وبرتقال. بكم طريقة يمكن لجاسم أن يختار وجبة تحتوي على فطيرة وعصير؟ إيه رأيك؟ تعالى كان نشتغل في المسألة ديت أو في التدريب ده من قبل ما نحل بالطريقة الإيه؟ مبدأ العد. هنا لو انت رحت المطعم ده وعندك ثلاث انواع من الفطاير ونوعين من العصير، عايزك تعمل لنفسك وجبه تتكون على فطيره وعصير. واحد اقول ايه، انا ممكن اخد جبنه ها وليمون، او ممكن اخد جبنه وبرتقال، تمام ادي فطيره ومعاها عصير. ممكن واحد تاني يقول ايه، اخد زعتر وليمون او زعتر وبرتقال، تمام. ممكن واحد تاني يقول ايه، سبانخ وليمون سبانخ وبرتقال. كل ده كلام صح، تعال نعمله كده في المخطط اللي شايفه ده. طرائق الاختيار، ممكن تاخد جبنه مع ليمون او جبنه مع برتقال، يبقى جبنه وليمون وجبنه وبرتقال. ممكن تاخد زعتر مع ليمون او زعتر مع برتقال، يبقى الزوج ده زعتر وليمون وزعتر وبرتقال. ممكن سبانخ مع الليمون او سبانخ مع البرتقال، سبانخ مع الليمون او سبانخ مع البرتقال. عد كده عدد الطرائق بقى المختلفه، 1 2 3 4 5 6. يبقى انت فعلا ممكن بعدد الطرق اللي انت ممكن بها تختار وجبه تحتوي على فطيره وعصير عباره عن كم يا استاذ؟ عباره عن 6 طرق. 6 طرق. طيب يا استاذ لو كان بقى اكتر من كده، جبنه وزعتر وسبانخ ولحم واي فطاير تاني، عدد انواع كتير من الفطاير وانواع كتيره جدا من العصير، حلو. طب انا هعمل في ده ايه؟ لا احنا ممكن نستخدم بقى حاجه اسمها مبدا العد. مبدا العد ايه؟ هنشوف بقى عدد طرق اختيار الفطاير. عندك كم فطيره شباب؟ 1 2 3. عدد طرق اختيار الفطيره 3 طرق، يعني ممكن اختار الفطيره بثلاث طرق، ممكن جبنه او زعتر وسبانخ. طب وعدد طرق اختيار العصير؟ فعلا عدد طرق اختيار العصير باثنين، يا ليمون يا برتقال. يبقى عدد طرق العملية كاملة على حسب مبدأ العد، هنضرب في مين في مين؟ يبقى فعلا اهو عدد طرق اختيار وجبة تحتوي على فطيرة وعصير عبارة عن عدد طرق اختيار الفطيرة ضرب عدد طرق اختيار العصير. يعني اضرب كم في كم يا استاذ؟ هضرب 3 في 2، يطلعوا 6 طرق اللي انت جبتهم فوق دول يا شباب. 1 2 3 4 5 6. طبعا مش مطلوب منك في الامتحان فصل التفسير اللي انا ايه مزاره في المخطط ده، هو طالب منك تجيب عدد الطرق، ودي كده انا حليتها على حسب مبدا الايه العد، ان انا هضرب عدد خيارات كل مرحله في المرحله الثانيه. يبقى عدد طرق اختيار الفطيره كانوا 3 طرق لان عندي 3 فطائر، وعدد طرق اختيار العصير من 2، يبقى عدد طرق اختيار الوجبة كاملة اللي هو على حسب مبدأ العد، لو عندك خيارين M وN يبقى بتقول M ضرب N، ولو أضفت عليهم اختيار ثالث كمان يبقى أقول M ضرب N ضرب B. ده بسميه يا أستاذ مبدأ الإيه؟ مبدأ العد. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال آخر.
ده مثال واحد صفحة 76. يمتلك نواف مطعما للبيتزا ويريد الإعلان عن أصناف البيتزا التي يقدمها مطعمه. ما عدد أصناف البيتزا المختلفة المتوافرة في مطعم نواف؟ آدي يا أستاذ، آدي الشكل اللي قدامنا هوت، بيقول إن عنده من البيتزا ديت حجم كبير رمز له بالرمز L، وحجم وسط رمز له بالرمز M، يبقى من الحجم في 2، ومن العجينة في عجينة سميكة دي وعجينة رقيقة رمز لها بالرمز T. المكونات الأساسية السجق بالحرف S والخضار بالحرف V والجبن بالحرف إيه؟ بالحرف C. بيقول لك ما عدد الأصناف، يعني أنت لو حبيت تحل بمبدأ العد بقى، عدد طرق اختيار الحجم كام؟ 2 أو L و M، وعدد طرق اختيار العجينة برضو 2، تمام، وعدد طرق اختيار المكون الأساسي 1 2 3، يبقى عدد طرق العملية كاملة هتضرب كم في كم بقى؟ 2 في 2 في 3، صح ولا لا؟ 2 في 2 في 3، لما اضرب الحسبة تطلع معاك 12، يعني عدد أصناف البيتزا المختلفة المتوفرة في مطعم نواف على حسب مبدأ العد، يعني ممكن نطلعها بتساوي كام؟ بتساوي 12. طب تعال نعملها بمخطط شجرة كده، أو زي مخطط الشجرة اللي أنا عملته فين؟ في الثلاث فطاير والاثنين عصير في المثال السابق يا شباب، او في التدريب السابق. يبقى من الحجم هيختار 2 ال وام، صح ولا؟ طيب من العجينه، يعني من ال ممكن يختار ايه؟ سميكه ورقيقه، صح ولا؟ في من المكونات الاساسيه في السميكه ممكن يختار المكون الاساسي بقى سجق وخضار وجبن، صح ولا؟ لو انت مشيت كده شوف ال دي اس ال دي في ال دي سي، دي معناها ايه؟ معناها كبيره سميكة والمكون الأساسي بتاعها إيه؟ سجق. يعني مشيت كده بمشي كده يا أستاذ. طب التانية ممكن تكون إيه؟ بيتزا من الحجم الكبير وسميكة والمكون الأساسي بتاعها خضار. ممكن تكون من الحجم كبيرة والعجينة سميكة والمكون الأساسي بتاعها جبن، صح ولا لا؟ يبقى أنا مشيت كده، ده بسميه مخطط الشجرة يا شباب. ممكن لو مشيت بالمخطط الشجرة التاني ده ممكن عبارة عن إيه؟ الحجم كبير والعجينة رقيقة والمكون الأساسي سجق، صح ولا لا؟ ممكن العجينة كبيرة والحجم كبير والعجينة رقيقة والمكون الأساسي خضار. ممكن العجينة كبيرة وهكذا بقى، ورقيقة والمكون الأساسي جبن، وبنفس الكلام ده لو عديت دول كده هيطلع معاك 12. طب ايه رأيك يا استاذ لو حليت مبدأ العدد انت معلمتنا؟ عدد طرق اختيار الحجم كام؟ 2 كبير ووسط، تمام، وعدد طرق اختيار العجينة 2، تمام، والمكون الأساسي عدد طرق اختيار المكون الأساسي 3، يبقى عدد طرق اختيار العملية كاملة عدد أصناف معجنات البيتزا المختلفة، عدد طرق اختيار المكونات الأساسية في عدد طرق اختيار أنواع العجينة في عدد طرق اختيار الحجم، يعني بتساوي كم في كم يا أستاذ؟ 2 ضرب 2 ضرب 3، يطلع معانا كام؟ 12. طب أنا يا أستاذ سام مطلوب مني في الامتحان أعمل مخطط الشجرة؟ لا لا، مش مطلوب منك، إحنا بس بنوضح لك، إنما أنت ممكن تحل بإيه؟ بأي طريقة، ما عندناش فيها أي مشكلة، وده اللي بسميه مبدأ الإيه؟ مبدأ العد. مش مطلوب منك كمان أكتب السطر ده، انت مطلوب منك عدد طرق اختيار الحجم 2، عدد طرق اختيار العجينة 2، وعدد طرق اختيار المكون الاساسي 3، يبقى عدد اصناف معجنات البيتزا المختلفة اقول 2 ضرب 2 ضرب 3، يطلع معانا 12 صنف من اصناف معجنات البيتزا المختلفة. طب ايه رأيكم يا شباب نسوق مثال اخر؟ يريد جاسم شراء سيارة وتتوفر له امكانيات اختيار نوع واحد من 3 انواع عادية أو عادية أو رياضية أو فاخرة، يعني عنده 3 أنواع هيختار منهم عادية أو رياضية أو فاخرة، نوع واحد من نوعين من ناقل الحركة آلي ويدوي، صح ولا لا؟ من نوعين آلي ويدوي، ولون واحد هيختار لون واحد من 8 ألوان، يبقى عدد اختيار الأنواع كام؟ 3، وعدد اختيار ناقل الحركة 2، وعدد اختيار الألوان 8، يبقى ما عدد خيارات السيارات المختلفة التي يمكن لجاسم أن يختارها أن يختار منها باستخدام مبدأ العد بقى، يبقى هتضرب كم في كم؟ 3 في 2 في 8، صح كلامك، خلص المسألة. يبقى فعلا على حسب مبدأ العد هنضرب عدد خيارات كل مرحلة. عدد طرق اختيار النوع عنده 3 أنواع، وعدد طرق اختيار ناقل الحركة عنده نوعين آلي ويدوي، وعدد طرق اختيار اللون عنده 8 ألوان، يبقى عدد طرق خيارات السيارات المختلفة عبارة عن عدد طرق اختيار النوع في عدد طرق اختيار ناقل الحركة في عدد طرق اختيار اللون، يعني 3 في 2 في 8 في 3 في 2، هيطلع معانا 48 اختيار. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال آخر.
بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب للرئيس للبرلمان المدرسي من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 20 عضوا؟ احنا عندنا 20 عضو، عايزين نختار منهم رئيس ونائب للرئيس. طب نبدأ بالرئيس. الرئيس انت امامك 20 عضو، هتختار منهم رئيس، يبقى انت قدام منك كم طريقة لاختيار الرئيس؟ هم لسه 20، يبقى عدد طرق اختيار الرئيس هم 20 طريقة. طب انت اخترت الرئيس، خلاص طلعنا واحد منهم بقى رئيس، اصبح متبقي كم عندك؟ متبقي من 20 19، دول اللي هاخد منهم مين؟ نائب الرئيس. يبقى عدد طرق اختيار نائب الرئيس 19 طريقة، يبقى عدد طرق العملية كاملة هضرب 20 في 19. طب ايه رأيكم؟ نشوف كده على حسب مبدأ العدد، هنضرب عدد خيارات كل مرحلة. عدد طرق اختيار رئيس للبرلمان 20. ليه؟ لان هم لسه ال20 عضو امامي، انا هختار منهم رئيس، يبقى انا اصبح عندي 20 طريقة اختار منهم الرئيس. تمام. طب انا طلعت رئيس للبرلمان، يتبقى عندي من الاعضاء 19، هختار منهم نائب للرئيس، صح ولا لا؟ يبقى عدد طرق اختيار نائب للرئيس البرلمان يساوي 19. يبقى عدد الطرق كاملة بقى لاختيار الرئيس ونائب الرئيس عبارة عن عدد طرق اختيار رئيس البرلمان مضروبة في عدد طرق اختيار نائب لرئيس البرلمان، ده على حسب مبدأ العد يا شباب. يبقى 20 ضرب 19، يبقى عندي 380 طريقة. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال آخر. تنتج الشركة للألبان نوعين من الحليب، كامل الدسم وقليل الدسم، من خلال 3 حجوم من العبوات، عندها حجم صغير وحجم وسط وحجم كبير. بكم طريقة يمكن للمستهلك أن اشتري الحليب؟ خلاص خلاص حفظنا شباب بقى على حسب مبدأ الحد. كم طريقة لاختيار نوع الحليب؟ كامل الدسم وقليل الدسم، يعني 2. وكم طريقة لاختيار الحجوم؟ 3، صغير ووسط وكبير. يعني هتضرب كم في كم؟ 2 في 3 يا استاذ. خلاص يبقى على حسب مبدأ العد، عدد طرق اختيار نوع الحليب 2. تمام. وعدد طرق اختيار حجم العبوة 3، صغير ووسط وكبير. يبقى عدد طرق شراء الحليب يساوي عدد طرق اختيار نوع الحليب في عدد طرق اختيار حجم العبوة، يعني بيساوي 2 في 3، بيطلع 6. ايه؟ 6 طرق لشراء هذا الايه؟ هذا المنتج. طب ايه رايكم في تدريب اخر شباب؟ بيقول لك كم كلمه مكونه من حرفين مختلفين يمكن تكوينها من مجموعه الحروف A B C D بغض النظر عن معنى الكلمه. طيب انا عايز اعمل كلمه من حرفين. طب نبدا بالحرف الاول. الحرف الاول هيبقى قدام منك كم طريقه؟ هيبقى قدام مني 1 2 3 4 طرق. يبقى عدد على حسب مبدا العد بحل مباشره يا استاذ، عدد طرق اختيار الحرف الاول 4. طب انا اخترت حرف خلاص. طب عدد طرق اختيار الحرف الثاني؟ اسمع منك انت بقى، احنا اخترنا خدنا من دول حرف خلاص، حطيناه في الايه؟ في بدايه الكلمه. فاضل عندك كم حرف هختار منهم بقى؟ ها الحرف الثاني. فاضل عندي 3 لان خدت 1 من 4. يبقى عدد طرق اختيار الحرف الثاني 3. يبقى عدد طرق اختيار كلمه مكونه من حرفين، عدد طرق اختيار الحرف الاول مضروب في عدد طرق اختيار الحرف الايه؟ الثاني. وانا قلت لك طبعا مش شرط اكتب ده يا استاذ، انا ممكن اقول ايه؟ عدد طرق اختيار كلمه مكونه من حرفين اضرب 4 في 3، يطلع معانا كام؟ 12 طريقه. واضح شباب؟ يبقى انا عدد طرق اختيار الحرف الاول 4، اخترت الحرف الاول من ال4 حروف اللي عندي دولت، متبقي عندي 3 حروف هختار منهم الحرف الثاني، يبقى اصبح عندي عدد طرق اختيار الحرف الثاني كام؟ 3. اضرب 4 في 3 يساوي كام؟ يساوي 12. والى هنا احبابي طلاب الصف 12 تاسيسي، نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من الدرس الاول من دروس الماده ودرس اليوم عن التباديل والتوفيق. وما ننساش طبعا في نهايه الدرس طبعا شباب في واجب منزلي حل تمرين الكتاب صفحه 74 رقم 22، وحتراجع حضرتك المفهوم الموجود عندك في الكتاب المدرسي. ولا تنسونا من دعواتكم وفي امان الله.